أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بكتاب صفوة التفاسير للصابوني، وهل تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءته؟ هذا الكتاب عرض على اللجنة الدائمة للإفتاء وفي حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وأمر لجانا، شكل لجانا من العلماء بقراءته، فكتبوا عنه تقارير وبينوا فيه أخطاء كثيرة. والكتاب ما هم من كلام الصابوني، إنما هو جمعه من الكتب على ما فيها، جمع الصحيح مع غير الصحيح، ولم يميز بين هذا وهذا، فهو مجموع مختلط من صحيح وغير صحيح. نعم. وكتبت عليه ملاحظات، طبعت الملاحظات وتوزع الآن ملاحظات عليه. نعم.